السلام عليكم. الفيديو ده بقى هتكلم فيه عن توبيك مهم جدا في اي لغة برمجة هتيجي تتعلمها، وهو الايرور هاندلنج، ازاي اتعامل مع الاخطاء في اي لغة برمجة. من ضمن الحاجات المهمة اللي انت هتلاقيها شائعة في اي لغة برمجة انت هتيجي تتعلمها، وهي التراي كاتش بلوك. طيب هنا على الماتلاب هي بتكتب تراي السينتاكس بتاعتها، وبتكتب هنا السكوب بتاعك، وهنا بتحط كاتش، تمام، والسكوب بتاعك، وبتيجي تقول له انت، تمام. طيب بتختلف في بعض اللغات بتضيف حاجة اسمها فاينل، تمام، ده طبعا مش موجود في الماتلاب. فكرة فاينل ايه؟ فكرة فاينل ان انت بتيجي تنفذ الكود بتاعك اللي انت خايف يطلع منه ايرور، تمام، سواء طلع منه ايرور ودخلت على كاتش، تمام، او ما طلعش منه ايرور، في كلا الحالتين فاينل دوت هيتنفذ، تمام. فدي بعض اللغات ايه ضايفه موضوع اللي هو ايه تضيف فاينل دوت، لو سواء في كلا الحالتين لازم يتنفذ، تمام. طب احنا ما عندناش فاينل هنا، حبيت بس اعرفها لكم. بس عندنا هنا تراي وكاتش. كاتش ممكن تكتبها كده، تمام، وممكن تديله هنا اوبجكت، يعني تكتب له هنا مثلا حاجه اي اكس، اي حاجه، تمام. الاوبجكت دوت بيكون من نوع كلاس اسمه ام اي اكسبشن، تمام. الكلاس دوت بيتكون من 3 حاجات، تمام، مهم جدا الكلام دوت، تمام، ده عصب الايرور هاندلنج في الماتلاب، فلازم تبقى فاهمه. يبقى انا لو عندي كود خايف يطلع منه ايرور فعايز اعمل له هاندلنج، ليه بعمل اصلا هاندلنج من الاصل؟ طب ما يطلع ايرور والبرنامج يديني ايرور وكده. اقول لك الكلام دوت وانت قاعد بتشتغل هنا، وانت قاعد بتشتغل هنا على الويندو ديت، تمام. انت بعد كده مش هتعمل شغلك عليها، امال هعمل شغلي فين؟ هتعمل شغلك في ام سكريبت. لو انت الكود بتاعك وقف عند سطر وطلع ايرور، الكود مش هيكمل، البرنامج بتاعك مش هيكمل، هيفضل واقف، هيعمل ابروت، تمام. فالكلام ده ما ينفعش، احنا عايزين نعمل هاندلنج. هنا الايرور لما بيطلع لك انت بتروح تصلح المشكله والموضوع انتهى، لكن الكلام ده مش هينفع قدام، لان انت هتدي البرنامج بتاعك لليوزر واليوزر هو اللي هيستخدمه. فلازم انت تكون عامل حساباتك ايه انواع الايرورز اللي ينفع تحصل، وازاي اعمل هاندلنج لكل واحد فيهم، تمام. طيب نرجع هنا تاني، يبقى تراي كاتش بتمسك لي اكسبشن، تمام. الاكسبشن دوت بيكون من النوع دوت. طب النوع ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجه اسمها ايدنتيفاير، ده اللي بيحتويه الاوبجكت اللي هو من نوع اكسبشن، ام اي اكسبشن، تمام. الايدنتيفاير دوت تكون حاجة يونيك، تمام، يعني حاجة مفيش منها اتنين، بتكتب على الصيغة ديت. تكتب هنا مثلا حاجة رئيسية انت عاملها، يعني مثلا ممكن تسمي اسم المشروع بتاعك الرئيسي لو انت هتعمل كاستم اكسبشن مثلا، وبتيجي تحط 2 دوت، تمام، وبتدخل هنا على الحاجة الفرعية، وهكذا لحد ما توصل بقى ايه لعنوان الايرور بتاعك. انت طبعا تحط عنوان من عندك، او تختار حاجه من الحاجات اللي موجوده تبع الماتلاب، تمام. فده مش شرط يبقى موجود، بس الشرط انه يبقى موجود ان هو يبقى على الاقل مكون من 2، يعني شقين، الشق اللي هو الشمال دوت والشق اليمين، تمام. ممكن تحط هنا حاجه واثنين وثلاثه براحتك، تمام. هنا بيكون عنوان الايرور بتاعك مثلا، او هو عن ايه، تدي له حاجه كده ايه جلوبال كده، وهنا اسم مثلا المشروع، اسم حاجه اختياريه من عندك، المهم ان انت تبقى عارف ايه الايرور بتاعك دوت ايه عن ايه، تمام، حاجه ليك انت قدام يعني. طيب وبيبقى متكون من، يبقى الايدنتيفاير دوت بيكون حاجه مميزه لكل اكسبشن، يعني ما تعملش 2 بنفس الايدنتيفاير، تمام. حاجه التانية وهي الرساله، رساله الايرور هقول له ايه، تمام. تاني حاجه عندنا اللي هي المسج، تكون منها الـ ME exception، طيب المسج انت بتدي له بقى تكست، تقول له والله انت الايرور عندك كذا كذا، وبتدي له شويه تفاصيل وتوضيح زي الايرورز اللي احنا كنا بنشوفها ايه قبل كده. بيتكون من حاجه كمان اسمها ستيك. ايه بقى الستيك دوت؟
الستاك دوت فكرته ايه؟ فكرته ان انا بخزن فيه اللاين اللي حصل فيه الايرور، اسم الام سكريبت اللي حصل فيه الايرور، تمام، اسم الداله او الفانكشن اللي هي حصل فيها ايه الايرور، تمام. ده بتخزن فيه الثلاث حاجات دول، وحاجه ثالثه اسمها الكوز. ده بيتخزن فيه بقى ايه؟ بتخزن فيه مجموعه من الام اي اكسبشنز، تمام، بتخزن فيها واحد بيز، وبتحط بقى اتنين تلاتة براحتك، ممكن ما تحطش حاجة تانية غير البيز، دول اللي هم الكوز بتاع المشكلة، تمام. لو المشكلة دي بتتكون من أكتر من حاجة، يعني مثلا عندك حاجتين هم اللي مسببين لك الايرور، تمام، فممكن تعمل ايه، تشيك على كل واحد فيهم وتقول ان عندك اتنين كوز، تمام، وتضيفهم ليه الام اي اكسبشن بتاعك اللي هو البيز، اللي هو البيز اكسبشن اللي عندك، تمام. هنشوف الكلام ده وهنعدي عليه. يبقى عندنا ده الجيومتري بتاعنا، تروي تحط فيها الحاجه اللي انت عايز تجربها، كاتش تدي له هنا الاوبجكت اللي انت عايز تعمل له، اللي هو الاكسبشن اللي هيحصل، تمام، الايرور اللي هيحصل هنا يتم تخزينه في الاوبجكت دوت، تمام. وباخد بقى الاوبجكت دوت ايه، احلل، اخد منه الايدنتيفاير، اروح جاي كاتب اي اكس دوت ايدنتيفاير مثلا، تمام، واروح جاي كاتب كلمه ايدنتيفاير اللي هي دي، او اكتب كلمه مسج، او اكتب كلمه ستاك واجيب الستاك بتاعه، تمام، او اكتب كوز، وهكذا لحد ما اطلع منه ايه الحاجات اللي انا محتاجها. طيب ده بالنسبه لايه، للام اي اكسبشن كلاس، ده عصب التراي كاتش في الماتلاب، تمام. طب تعالى نجربه كده ونشوف، لو انا جيت دلوقتي قسمت 5 على اف هيديني ايرور، مين اف دوت، صح، ما يعرفش مين الاف دوت. طب عايز بقى اعمل تراي كاتش على الاف دوت، فانا هاجي اقول له هنا تراي، عايز انزل سطر لتحت، لو دوست انتر، تمام، ما بينفعش ارجع تاني لفوق، بص عايز ارجع تاني لفوق ما بيرضاش، عايز ارجع هنا، المفروض ان هو ايه مش هيرضى معاك ان هو ايه يكتب تاني. طيب حلها ايه؟ حلها ان انت بص حاول ارجع مش راضي، حلها ايه؟ حلها ان انت بتخلص من تراي ديت، بتقول له اند كده، تمام، خلصت منها، وبتيجي تكتبها كده، تمام. الكلام ده ينطبق على كل الحاجات اللي قلتها، اف else، اي حاجه انت عملناها قبل كده، تقول له شيفت انتر، مش بتقول له انتر، تمام. ممكن ارجع تاني للسطر اللي فوق عادي خالص، شيفت انتر، تمام. يبقى هبتدي ايه الكود اللي انا عايز اجرب، عايز اجرب اقسم 5 على الاف، مين الاف ديت ما نعرفش، اقول له شيفت انتر تاني، وادخل على كاتش، ممكن اسيب له كاتش من غير ما احط له هنا الاوبجكت اللي انا عايزه يتخزن فيه، تمام، بس انا هحطه عشان اوريك ايه، اوريك العناصر اللي احنا كنا بنتكلم عنها ايه فيه. وباجي هنا اقول له مثلا الحاجات اللي ينفذها لي لما يعمل كاتش لي اكسبشن، تمام، اقول له هنا اي اكس دوت ايدنتيفاير، تمام، وهاجي تحت هنا اقول له اي اكس دوت مسج، وهاجي تحتيها واقول له الاي اكس دوت ستاك، ستاك طبعا هنا هيجيبها لي ايه فاضيه، لان طبعا زي ما قلت ستاك ديت بيديك اسم الملف، واحنا بنكتب هنا في كوماند ويندو فما فيش ملف، تمام، وبيديك اللاين اللي في الملف، وبرده احنا شغالين هنا في الكوماند ويندو فما فيش ملف، وهكذا. ف ستاك وكوز، كوز هنشوف احنا هنستفاد منها في ايه، لكن ستاك مش هتستفاد منها في حاجه، تمام. ادي الحاجات اللي عندنا، واجي هنا اقول له في الاخر ايه اند، اهو اداني اول حاجه الايدنتيفاير اللي انا كنت بتكلم عنه، دي الصيغه اللي بيتم كتابته بيها. شوف ماتلاب ده الحاجه الرئيسيه، تمام، وهنا بقى ايه ده الاسم بتاع او العنوان بتاع الايه بتاع الايرور، تمام. ممكن احط حاجه هنا فرعيه، اقول لك مثلا ماتلاب سيميولينك مثلا، دبل دوت سيميولينك مش عارف ايه، او ماس دبل دوت ماس مش عارف ايه، وهكذا حاجه فرعيه مثلا، تمام. هو حاطط هنا ايه على حاجه رئيسيه، تمام. وبعد كده هنا الرساله، رساله تظهر لنا. ثالث حاجه زي ما قلنا فايل نيم لاين فاضيين، زي ما قلت الكلام دوت ايه بيحتاج ان انت تكون عامل الكلام دوت في ام سكريبت، طبعا لسه ما خدناش الام سكريبت فمالوش لازمه دلوقتي. وهنا اخر حاجه الكوز اري، طبعا هنا ايه فاضيه برضو لان انت ما ايه ما اديتوش كوز. طيب يبقى دي الحاجات اللي احنا ايه طلعنا بيها من الاكسبشن دوت. تعال بقى نشوف
ازاي احنا هناخد الاكسبشن دوت ونعدل عليه. تمام، تعال نشوف الكلام ده ازاي. هاخد الكود ده كوبي بيست، تمام، تمام. زي ما قلنا هنا انا اقدر اعدل اهو، ارجع تاني براحتي واعدل في الحاجات ديت. تمام، مفيش اي مشكلة خالص. بندوس شيفت انتر زي ما قلنا، وندوس انتر غير لما بنيجي نكتب انت. اللي عايز اعدل فيه، انا اخدت مثلا الاي اكس دوت، تمام، وموجود فيه الايدنتيفاير والحاجات دي كلها. فانا بقى هعمل ايه؟ هشيل الكلام ده كله، مش محتاجه. احنا وضحنا ايه فايدته وبنعمل بيه ايه. تمام، وهعمل مثلا اكسبشن، اسميه اكسبشن واحد. تمام، الاكسبشن دوت هقول بيساوي اوبجكت جديد من الكلاس اللي اسمه ام اي اكسبشن. تمام، طيب لازم اتكون من شقين. اول شق الايدنتيفاير، تمام، تاني شق الرساله. يبقى اول شق الايدنتيفاير، هكتب ايدنتيفاير من عندي مثلا ماي ايرورز، تمام، واحط له اتنين دوت فوق بعض اللي هي الكولون، واحط له بعدها مثلا هيقول ايرور فاريبل مثلا. تمام، ثانية. تمام، وهنا هحط له مثلا رسالة. ممكن اخلي دوت تلات، احط له مثلا هنا حاجة فرعية ما بين الاتنين. تمام، بس انا مش هعمل كده، ملهاش لازمة. المهم الفكرة تكون وضحت. هنا هحط له بقى التكست اللي هي رسالة. هقول له مثلا هنا ان الفاريبل اللي انت كاتبه مش معرف. تمام، انا بقول له هنا انت نسيت تعرف الفاريبل. تمام، الديكلير ديت اللي هي تعرف الفاريبل. تمام، واحط له هنا سي سيمي كولون عشان انا مش عايز اطبعه. دوست انتر، نسيت هدوس شيفت انتر. تمام، هاجي بس هنا ادوس شيفت انتر. يبقى كده انا كونت اكسبشن. تمام، فاضل لي ايه بقى؟ فاضل لي ان انا اضيف كوز. انا عايز بقى ايه؟ قلنا هنتكلم بقى عن ايه، الكوز اري اللي احنا ايه لسه قايلين عنها. التانية اللي هو الستاك هيوضح معانا لما ندخل بقى ايه في ازاي بنعمل فانكشن ونشتغل في الام سكريبت ازاي، هيوضح معانا ايه الستاك دوت. تمام، فعلشان تيجي تضيف اتنين اكسبشن مع بعض، واحد يكون البيز وواحد يكون الكوز. تمام، بالكلام ده بتضاف ازاي؟ هيبقى عندي اكسبشن اللي هو البيز، وليكن البيز هيكون اي اكس. تمام، علشان تيجي تضيف للكوز اري بتضيف لها ازاي؟ بتدوس اد كوز. تمام، بحط اول element عندي اللي هو البيز، اللي هو الاليمنت اللي انا هرجع فيه الكلام ده كله. تمام، اللي هو الاي اكس. طيب، وبتحط بعد كده بقيه الاكسبشنز اللي هي الكوز عشان يحصل الاكسبشن الرئيسي دوت او البيز. هحط هنا اكسبشن واحد. تمام، طيب ضفت الاكسبشنز وحطيت الايرورز. طيب ايه اللي لسه ناقص دي؟ ناقصك حاجه مهمه. انت عملت كاتش للاكسبشن، حلو جدا، بس انت لسه ما قلتش
هتعرض الاكسبشن ولا لا؟ عشان تعرض الاكسبشن احنا قلنا ديت بتضيف الاكسبشن، بتضيف تعمل لك واحد البيز واللي بعديه كلهم بيبقوا ايه الكوز. طب عايز بقى ارمي الاكسبشن دوت لليوزر، بتعمله ازاي؟ باستخدام حاجه اسمها ثرو. تمام، ثرو دي برضو مصطلح موجود في كل لغات البرمجه، ثرو بتاع تحط فيها اكسبشن وبتعمله ايه ثرو. في حاجات تانية غير ثرو بس مش هنتكلم عنها في الفيديو دوت. تمام، بتعمل لك ثرو بس الفكره بتاعتها مختلفه اختلاف طفيف عن ثرو، اللي هي يعني برضه هترمي اكسبشن بس فيها اختلاف طفيف عن ثرو، بس مش هينفع نتكلم عليها في الفيديو دوت، هنسيبها ايه حلقه تانية قدام. طيب هنا ثرو هديها الاكسبشن اللي هو الاي اكس. تمام، وهي كده ايه تمام جدا، ونعمل رن زي ما احنا شايفين الاندفايند فاريبل اللي هو الاكسبشن اللي هو كان بيحصل لي هنا الاول اللي هو ده الاي اكس اللي هو كان بيظهر لي فوق لما كنت بكتب 5 الف. تمام، وكوزد باي اهو زي ما احنا شايفين دي الحاجه اللي هو ايه سببها، تاخد الاكسبشنز اللي بعدها لو انت حاطط اكتر من واحده هيظهروك ورا بعض. تمام، يبقى كده ايه خلصنا من موضوع تراي كاتش بلوك. طب في عندي حاجات تانية برضو بتعمل لي اكسبشنز. تمام، عندي حاجه اسمها assert، هنمسح الشاشه دي. عندي حاجه اسمها assert. ايه assert دوت؟ assert دوت لو انا عايز ارمي اكسبشن برضو بس احط كونديشن، لو الكونديشن دوت فولس، خلي بالك هنا الكونديشن لازم يكون فولس. فكرة assert كالآتي، تكتب assert. تمام، وحط هنا أول حاجة ال condition، وحط تحته 100 خط condition لازم يكون false، حط هنا condition false. لو condition دوت false فعلا هيرمي ايه؟ هيرمي exception. لو مش false مش هيرمي الاكس، يعني لو ده ترو كانك ما عملتش الايه السطر دوت. تحط هنا الاكسبشن ايدنتيفاير نفس الطريقه اللي كنا بنكتب بيها، اللي هو بتكتب الحاجه دوت والحاجه الفرعيه لو عندك حاجه فرعيه، وبتكتب الرساله في الاخر. تمام، بعد كده ثالث ارجيومنت بتحطه اللي هو الرساله. تمام، وخلاص الحاجات اللي جايه تبقى نفس الفكره مع اختلاف بقى انت عايز تحط شرط عشان ترمي الاكسبشن ولا مش عايز تحط. تمام، assert هنا بيحط لك ايه شرط، لازم الشرط ده تكون false عشان يرمي الاكسبشن. طب تعالى نرجع هنا ونشوف الكلام ده. الشرط هنا مثلا اقول له الخمسه اصغر من السته اصغر من خمسه. تمام، احنا عارفين ان ده false فهيرمي برضو ايه exception. حاجه اقول له هنا الايدنتيفاير بتاعي، اقول له مثلا id، واقول له هنا error اي حاجه كده. تمام، واهم حاجه بقى بعد كده الرساله اللي هتظهر، هيقول له لوجيكال ايرور مثلا. تمام، وادوس انتر لوجيكال ايرور الرساله اهي. تمام، يبقى ده لازم يكون فولس عشان assert يشتغل معاك. طيب ده assert. في عندك حاجه تانية اسمها ايرور. ايرور دوت تقدر تقول عليه اقدم حاجه الماتلاب عرفها. ايرور ده ببساطه بتدي له الايرور، تمام، تدي له الايدنتيفاير وبتدي له المسج شكرا، يعني بتدي له الاثنين وشكرا على كده. فانا هنا هاجي اقول له الايدنتيفاير بتاعي مثلا اي دي، لازم تكتب الصيغه بتاعه الايدنتيفاير صح، ما يكونش حاجه موجوده ايه في الماتلاب. فانا بكتب اي حاجه من عندي، انا عارف ان اكيد ايه مش هتكون موجود في الماتلاب حاجه زي كده. وهنا المسج بقى ليه اللي هتظهر معانا، ودي اهم حاجه اهو زي ما انتم شايفين المسج ايه ظهرت. يبقى ده بياخد ايدنتيفاير ومسج وشكرا على كده. طيب عندي حاجه كمان اسمها اي ام اكسبشن لاست، ده بيجيب لك اخر اكسبشن عندك. تمام، مثلا انا جيت قلت تمام، باجي اقول له هنا دوت لاست، هو المفروض بيجيب لي اخر اكسبشن موجود اللي هو ده. تمام، ده لو عايز تجيب اخر اكسبشن ايه تم ايه
اللي هو بيتسمى unquote last exception، تمام، اللي هو اخر exception انت ما جبتوش عن طريق catch، اخر exception انت ما جبتوش عن طريق catch، بتجيبه ايه بالطريقة دي. وبعدين عندي حاجة تانية اسمها warning، تمام. عندي حاجة كمان اسمها warning زي ما قلنا، وفي عندي حاجة اسمها get report. get report ديت بقى فكرتها ايه او لعبتها كلها ايه؟ هي مش بتعمل حاجة اكتر من ان هي بتجيب لك رسالة. هتقولي طب ما انا ممكن اكتب الاكسبشن واقول دوت ومسج وهو يجيب لي رسالة، اقول لك اكيد ده صح برضو، بس اكيد جيت ريبورت مش هتجيب لك الرسالة بس، ما هي لازم يبقى فيها شوية اوبشنز كمان والا ما حدش هيستخدمها. تعال نشوف ايه الاوبشنز بتاعت جيت ريبورت وبعد كده نقول الورنينج ولاست وورنينج، تمام. جيت ريبورت بتتكتب كده، تمام. اكيد هنا احط الايه المسج ايدنتيفاير، تمام، احط الاكسبشن، تمام، حط الاكسبشن هنا. طيب فين الاكسبشن بتاعي؟ هستخدم وليكن اخر اكسبشن انا ايه انا جبته، وليكن مثلا ممكن مثلا نعمل اكسبشن احنا هنا، تمام. يعني مثلا ممكن نعمل ايه، ممكن اعمل زي كده 5 على الاف اللي احنا كنا بنعملها قبل كده، فيجيب لي ان ده اكسبشن. هاجي هنا بقى اقول له ايه جيت ريبورت، تمام، وهستخدم بقى اللي احنا لسه قايلين عليه اللي هو الام اي اكسبشن دوت لاست. طيب لو انت عملتها كده هيجيب لك الرساله، تمام. هتقول لي طب ما فرقتش ما انا اكتب دوت لاست وبعد كده دوت مسج، هقول لك صح برضو. طب ايه بقى الاوبشنز اللي عندي هنا؟ اول اوبشن معايا هنا ان انت تيجي تقول له طيب عايز الرساله دي ترجع لك بيزك ولا اكستندد. يعني ايه بيزك ويعني ايه اكستندد؟ بتلاقي الرسائل كده وهي راجع لك ايرور هنا، بتلاقي لاين ومش عارف ايه وشويه حاجات كتيره كده مكتوبين تحت بعض. هو ممكن يجيب لك بس رساله زي كده، تمام، هنا دي اكستندد او بيزك او بيزك، الاثنين شبه بعض، تمام. في بعض الرسائل بيجيب لك ايه لاين كذا ومش عارف، يجيب لك كلام كتير كده، فهو ممكن تخليها بيزك ويجيب لك الحاجات الاساسيه في الرساله بس، تمام، او تقول له اكستندد يجيب لك الرساله كامله على حسب بقى ايه انت عايزها بيزك ولا عايزها ايه اكستند. يبقى اول حاجه هنا ينفع نكتبها له انت عايز الرساله بيزك ولا اكستند، تمام. وبعد كده بقى دي حاجة بقى مهمة وهي هايبر لينك. يعني ايه بقى هايبر لينك؟ يعني انا دلوقتي جيت قلت مثلا جيت قلت انا رجع لي لينك، يعني مثلا برجع لك رقم لاين كذا وتدوس على اللاين يروح جاي موديك على اللاين، او يرجع لك يقول لك ايه ان الدالة الفلانية فيها غلط بتدوس عليها بيروح جاي موديك على ايه على الدالة اللي هي فيها اللي فيها الغلط، تمام. فلو انت الكلام ده عايز تفعله تخلي اللينك يكون شغال معاك حلو، تمام، اللينك يظهر معاك، فبتيجي على هايبر لينك وتيجي تقول له ان هي ايه اون، تمام. لو قلت له اوف هيوقف لك اللينكات، هي باي ديفولت بتكون اون وباي ديفولت هنا بتكون اكستندد، تمام. دوس هنا انتر هجيب لي رسالة عادي خالص. طب عشان اوضح لك اكتر تعالى مثلا نقول سم، تمام، قال لي ايرور ومش عارف ايه، ولو دوست على ديت هيجيب لي هيودينا على سم، هيودينا على الكلاس بتاع السم، تمام. تعالى بقى نكتب ايه السطر اللي فات دوت تاني، تمام، نفس اللي انا كنت كاتبه هنا، مش هغير حاجة، هخلي ديت مثلا اوف عشان اوريك ايه، عشان هي زي ما قلت باي ديفولت بتكون اون، تمام. تعالى ندوس انتر تاني، بص صم كنت هنا ينفع ادوس عليها، هنا ما ينفعش ادوس عليها. ايه خد بالك الرساله جايه لي عامله ازاي، تمام. يبقى هنا بتقول له بيزك او تقول له حاجه تانية اسمها اكستند، وهايبر لينك بتقول له يا اون يا اوف. تمام، ده بالنسبه لايه لجيت ريبورت.
يجيب لك الرسالة وتخليك تتحكم في الكونتنت اللي هيرجع لك مع الرسالة. طيب تعال نشوف بقى آخر حاجة معانا وهي الـ warning. warning أنا عايز ألقي تحذير، تمام؟ فبتيجي مثلا تكتب له التحذير، تقول له مثلا أنا عايز أحذر من إن مثلا انت دخلت لي ارقام وانا عايزك تدخل لي اسامي، مش ايرور، لا انا بحذرك اللي انت بتعمله ده غلط مش ايرور. فباجي اكتب لك الرساله وادوس انتر، تمام؟ جاب لي الرساله اهو. طب هتقول لي ما ينفعش احط لها ايدنتيفاير، ينفع تحط ايدنتيفاير، وبرده لازم من كل شروط الايدنتيفاير اللي احنا كنا بنتكلم عنها قبل كده تكون متوفره، زي كده مثلا ما يكونش متكرر قبل كده وهكذا. طيب الايدنتيفاير دوت بيفيدني في ايه هنا؟ سؤال انت ممكن تساله على فكره، الايدنتيفاير بيفيدني في ايه؟ زي ما قلت لك هو حاجه يونيك. ليه حاجه يونيك؟ علشان ما ينفعش يبقى عندك في حاجه في يعني نستخدمها كونسبت كده في البرمجه وهو اي دي. اي دي دوت حاجه فريده من نوعها، ما ينفعش اتنين يكون لهم نفس الاي دي. انت على الفيسبوك بيبقى ليك اي دي، ما ينفعش واحد تاني يكون ليه نفس، يقول لي ممكن واحد تاني يكون ليه نفس الاسم، يقول لك اه ما فيش مشكله، ما هو الفيسبوك مش بيتعامل معاك باسمك، بيتعامل معاك برقم، رقم كده بيبقى كبير بيتسمى اي دي، تمام؟ فهنا نفس الكلام، بس بدل ما يكون رقم بيخلوه اسم، ده الايدنتيفاير فكرته يعني. طب تعالى اوريك بقى ان اكشن الايدنتيفاير دوت بنعمل بيه ايه. تعالى مثلا نقول الورننج دوت احنا عايزين نطفيه، يعني مثلا لما اجي اكتب الورننج ده تاني احطه مثلا في تروي كاتش بلوك بتاع، تمام؟ ما يشتغلش، ما يظهرش كده، ما يظهرش خالص. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ باجي هنا على حاجه اسمها ستيت، تمام؟ بكتب هنا الستيت بتاعتي واقول له مثلا عايز يكون اوف، تمام؟ واجي هنا اقول انهو ورنينج اللي انا عايزه يكون اوف. طب هميزهم بالرساله ممكن تكون مشتركه، لكن الاي دي ما ينفعش يكون مشترك، فاجي هنا اقول له ايه الاي دي، تمام؟ وادوس انتر، برضو انت مش حاسس حاجه. تعال نكتب الورنينج تاني، مش هيشتغل معانا. ليه؟ هو بيشتغل بس انا عامل له اوف ومش هيظهر. تعال نكتبه هنا تاني اهو، ما ظهرش. لازم ارجع اعمل ايه؟ لازم ارجع دي اخليها اون، تمام؟ ارجعها هنا اخليها اون، وبعد كده ارجع لايه للسطر ده تاني هيظهر معايا، تمام؟ دي فكره الايدنتيفاير عموما. طيب ورنينج مش بتعمل لك كده بس، لا انا ممكن اطبق الحاجات اللي موجوده، يعني اشوف كام حاجه معمول لها اوف او اون. طب الكلام ده بعمله ازاي؟ تيجي هنا تقول له مثلا كويري تستفسر، تمام؟ ممكن تقول له اللاست وورنينج انت ضفته، فبتيجي تكتب له ايه كويري، تكتب له هنا لاست، تمام؟ هيجيب لك اخر وورنينج انت عملته. حلو جدا، دي الستيت بتاعته وده الاي دي بتاعه. طيب ممكن اقول له كمان اكتب لي الوورنينج اللي عندك، هقول له ايه كويري اول، تمام؟ دي كل الحاجات اللي معمول لها اوف. حلو، مش بس كده، لا ده انت ممكن تقول له خلي كل اللي موجود عندك اعمل له اون، يعني كل الحاجات اللي موجوده عندك اعمل لها اون. فاجي هنا اقول له اون كله اهو، تمام؟ او تيجي تقول له اوف كله، تمام؟ اهو تقدر تعمل اون او اوف لكله. مش بس كده، لا انت اصلا وانس ان انت يعني كلمه اول ديت ما عادش لها لازمه، واصل لك كلمه اول ديت حاليا ما عادش لها لازمه، ممكن تكتب كده بس وكانك عملت نفس الكوماند اللي فاتت، ونفس الكلام لو انت عايز تكتب هنا اون، تمام؟ ده كله. حاجه كمان ان انت مش لازم تكتب كويري اول، لا انت ممكن تكتب حاجه تانية اسمها لاست وورد، تمام؟ و بس انا بفضل بصراحه استخدم ديت، يعني ما بحبش ايه اتوه نفسي على البرنامج، ما علينا يعني. وممكن حاجه تانية، ممكن تاخد باك اب للحاجات ديت، المفروض كنت اخدت باك اب قبل ما اعمل ليه لكل اون واوف، بس ما علينا يعني. كده كده ايه خلاص، ده اخر حاجه انا بقولها فهقفل البرنامج بعدها، اللي هو ايه اللي هي انت تيجي تخزن كل الحاجات اللي موجوده هنا، كل الاعدادات ديت تخزنها في
متغير، تيجي مثلا تقول له هنا تسميه باك اب مثلا، تمام، وتيجي تقول له هنا بيساوي ايه warning، تمام، وتقول له انتر اهو. طبعا عشان عامل لكل اون فخلاص هما كلهم بالنسبه له بقوا حاجه واحده. طيب باك اب دوت لما انت بتاخده كده بتاخد السيتنج دي كلها تخزنها فيه، بتستفاد ايه من كده؟ ما هو ده سؤال برضو انت ممكن تساله، انا هستفاد ايه؟ اقول لك انا بتستفاد ايه؟ استفاد ان انت ممكن تدخل على كل واحد فيهم لوحده، هتكتب مثلا واحد الاندكس بتاعه بس. طبعا هنا ايه، لو كتبت حاجه اكتر من واحد هيديني ايرور المفروض، لان زي ما قلت هم كلهم بالنسبه له اول اون، فخلاص يعني انت ما ينفعش تدخل عليهم واحد واحد، تمام. لكن المفروض انا لو كنت اخدت باك اب ليهم الاول كان هيشتغل معايا، فهو بيروح جايب لك ايه بتاعت كل واحد لما تيجي تدخل عليه الاندكس بتاعه. دي فكره ايه الباك اب دوت، ودي كده يعتبر اخر حاجه هنقوله. كان في عندك لاست ورن اللي احنا قلنا عليه دوت، تكتبه كده، تمام. المفروض ان هو هيجيب لي اخر ورنينج اتعمل اهو، تمام. بس طبعا يعني مش بتستفاد كده، هتقول لي برضو انا ما استفدتش منه، اقول لك لا استفدت ازاي. تيجي هنا على اللاست ورن، تمام، بتخزن الحاجات بتاعته في متغيرين، اول متغير اللي هو المسج، وتاني متغير اللي هو الاي دي، تمام، اهو المسج اهي وادي الاي دي، بعد كده تستفاد بقى منه، تمام، زي ما قلت. او ممكن تكتب كويري وتقول له هنا انت عايز لاست. طيب دي اخر حاجة احنا ايه كنا بنقولها. حاجة كده تقريبا انا نسيت اقولها، لما احنا بنيجي نقول ام اي اكسبشن، تمام، كنت بقول لك لاست، هتقول لي طب افرض انا عايز اعمل ريسيت لاخر انكود اكسبشن، اللي هو زي ما قلنا اخر اكسبشن انت ما جبتوش من خلال الكاتش بلوك، تمام. لو انا عايز اعمل له ريسيت فباجي اعمل اقول له هنا ايه اعمل له ريسيت. تمام، خلاص كده ما ايه ما بقاش ليه وجود. هتقول لي طب لو عايز اعمل الكلام دوت الورنينج، اخر ورنينج انا عملته، تعمله ازاي؟ تكتب ورنينج، تمام، وبتيجي تقول له هنا الورنينج بتاعك سيبه له فاضي، تمام، تمام، وكده بيشيل لك ايه اخر اخر كده ايه اخر لاست ورن، تمام، منطقي لان كده الرساله امتي فاضيه، تمام. ودي كان الاكسبشن او الايرور هاندلنج، تمام. المهم انك تكون فهمته الكونسبت بتاعه ايه، لان ده بتستخدمه في جميع اللغات، مش هنختلف في طريقه كتابته على لغه من التانيه، لكن الفكره وراه وان احنا بنعمل هاندلنج لايرور معين عشان الفلو بتاع البرنامج يفضل شغال معانا ما يوقفش، تمام. انت ساعات بتيجي تفتح برنامج تلاقي بوب كده طلعت لك ايرور مش عارف ايه والبرنامج راح جاي قافل، تمام. ده بيقول لك ايه، لو جيت قريت هيقول لك unknown error او unhandled error، تمام. فانت مش عارف هو الجهاز مش عارف يتعامل معاه ازاي، في ايرورز بتظهر لك وانت شغال على البرنامج عادي وبتكمل شغل، ليه؟ لان عامل البرنامج عامل لها هاندلنج، لكن الايرور اللي ظهر لك دوت وخلى البرنامج يقفل هو مش عامل له هاندلنج، فالبرنامج لازم يقفل بعدها، تمام. فدي فكره ايه جزئيه مهمه، وده كان ايه الفيديو بتاع النهارده. الفيديو الجاي هيكون جنرال عن البرنامج، شويه حاجات انا طنشتها عن عمد وهقولها في فيديو عشان تكون انت ايه لازم عشان اقولها تكون الحاجات اللي انا قلتها اللي فاتت دي انت عارفها، تمام.